على صاحبتها الخيال احمد ابو جبل اخر المنطلقات بعملية الاحماء. اذا ثلاثة مشاركات بالشوط الثالث، امهار مواليد عام 2015 بشوط الفئة الثانية، مزيونة ابنة الدنفور زاكي والام مبروكة بنت الداريوس، المالك ابو عبد الله كعبي، المدرب محمد الماز، وعلى صاحبتها الخيال احمد ابو جبل، عروس الشمال ابنة مارد الصحراء والام وردة، المالك حسام ابو عرب، تدريب الاسطبل الامريكي، وعلى صاحبتها الخيال زنور غدير، وليان السلاز ابنة سلاز والام نبال، المالك ابو مجد غرفات، المدرب ابو مجد غرفات، وعلى صاحبتها الخيال حمود العارف،